ده دايما بنقول لكم يا جماعه الزيت يسخن كويس قوي. عارفه بقى لو الزيت دافي او بارد ينزل السوائل بتاعته يبقى كده قيمته الغذائيه. شكرا. عشان ميه البصل هتنزل معاه صح؟ شكرا. صح. كده وحاجه ثانيه مهمه جدا يا شوشو. ايوه حبيبتي. دموع البصل بيسببها اللي احنا بنتضايق منها دي مفيده جدا. بتغسل العين. برافو عليك. اهي بتغسل العين. شهيره قالت. أيوة. استاذتنا قالت هروح انا بقى. شكرا. اتفضلي. لا لا انا ما اقدرش. ما اقدرش. لا 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 العين ما تتاكلش. السجوع عندك النهارده. لا 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 يا حبيبتي ما اقدرش. فعلا فعلا يا شهيره بتغسل العين. معقمه للعين طبيعي. فدي مهمه جدا. اوعوا يا جماعه تزهقوا منها بالعكس يعني. عارفه حاسه دلوقتي ايه ان حد بقى اقتنع فيروح جايب بصله ويفضل يشم ويعيط يعقم عينه. طيب البصله كده سخنت. هننزل بفص ثوم وده مهم جدا معانا في الخلطه. طيب هستاذنك يا شفاء احنا معانا مها على التليفون. ناخدها يلا يا مها. صباح الفل يا شفاء. حبيب قلبي صباح الفل يا حبيبتنا. صباح الفل على القمر الاستاذه شهيره جنبك منوراك. طبعا منوره الدنيا يا حبيبتي. منوره قناتنا يا شفاء. الله يكرمك يا حبيبتي بنوركم وجودكم معانا والله يا مها. تسلم ايدك على كل حاجه جميله بتعملها لنا والشياكه اللي انت فيها النهارده دي ماسكه الخشب اهو. بنكات بقى وحركات. بنكات وحركات. ألف شكر. أحرجتيني على الهوا. ينفع؟ لون وسندريلا. لون وشياكة ما فيش بعد كده يعني. ده أنت اللي عينيكي حلوة يا حبيبي. ورشاقة. لا رشاقة دي كان زمان بقى يا مها بقى ما تخليش أتكلم. لا 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 على طول. لا لازم على طول كده رشاقة على طول إن شاء الله. الله يكرمك. ربنا يديكي الصحة وتسدينا كده على طول. حبيبتي. والضحكة الحلوة دي ما نتحرمش منها أبدا. ولا تحرم منكم أبدا يا رب. ربنا يخليكوا ليا والله جميعا. ايه رايك يا مها النهارده بنعمل سجق؟ ايوه ده هي السجق ما شاء الله من الشيف هالة. بعد كده ما فيش على طول معلمانا الحاجات الجميله كده والله. ربنا يخليك. بنروح نعملها على طول. منوره الدنيا يا استاذه شهيره والله. الله يخليك يا مها. ميرسي نورتينا يا مها. شرفتيني شرفتيني ويومك زي العسل يا قلبي. قرن الفلفل الحامي ده مع البصله والتومه يا شهيره واو. طبعا بصي مش قادره اقول لك الخلطه دي تبقى عامله ازاي. شفاها امبارح كنا فيه شطه والنهارده ارض الفلفل. ايوه يعني باول مناعه طبيعي. تمام. لا تمام. ممكن تعديها؟ لا انا هعديها. انا اقول لك على حاجه. انا هجيب لك جوزي هو ياكل الحاجات دي عشان هو بيعشق الحاجات دي وانا تمام يعني انا هتفرج. بصي انا عندي ابني لما مثلا ايه امسك له حاجه بقى واقول له مش عارف يقول لي عديها الناس لبعضيها. شهيره عديها الناس لبعضيها. معديها والله يا شيخ. بصوا بقى الخلطه بعد ما شدت معانا شويه البصله مع الثوم مع الزيت مع ده والله ده نص قرن. ما رضيتش احط لك قرن كامل. مش حاجه يا استاذ طلعت. ايه الناس الفافي دي يعني نعمل ايه يعني؟ هو السجق والكبده ما يحلوش غير بان هم يكونوا مشطشطين. استاذ طلعت يدوق وانا كمان ماشي. بصي بقى يا ستي هنا بقى دلوقتي قبل ما البصله تدوب كده بالشكل ده هروح نازله بالسجق زي ما قلت لكم اللي متقطع الصباع على ثلاثه. بسم الله. ماشي كده؟ تمام. ونفضل نشوح كده كله في بعضه. وهنا عندنا بس ايه حاجه مهمه جدا. اي حاجه انا بتعامل بالسجق فيها اي وصفه فيها سجق ما بزودش خالص من التوابل والبهارات. تمام. طب ليه؟ علشان هي فيها البهارات وتوابلها الحاجات برافو عليك. صح. شابو يا شهيره. شابو. لا لا يا جماعه شهيره بعد كام حلقه هتبقى الشيف شهيره. هتتحول للشيف شهيره خلاص. تلمستك يا شيف. انا بتعلم منك يا شيف برضو. والله انا بفرح من قلبي لما الاقي مثلا حد يعني الواحد قال معلومه او قال حاجه والناس خلاص حفظتها او اشتغلت عليها. دي عندي بالدنيا شهيره. طبعا جد. طبعا دي بتبقى نعمه من ربنا. ما هو ده بيبقى العمل اللي بيكمل مع البني ادم ده حقيقي. أيوة فعلا. بالظبط. طبعا الحمد لله. الحمد لله. فاحنا عندنا الجزار لما بيجي بيعمل السجق بيحط فيه كميه توابل وبهارات غير عاديه. طب ده اللي بيميز السجق. هل السجق بيفرق لما اجيبه من عند الجزار او اجيبه مثلا من هايبر ماركت او سوبر ماركت او كلام من ده بيبقى فيه حاجات كده بيبقى متلجه؟ حضرتك بتفضلي طبعا البلدي من عند الجزار الطازه. طبعا. صح. هو ده اللي بيفرق. يعني انت سالتي ورديتي على نفسك. بمعنى البلدي دايما يكسب. طبعا بلدي يوكل. البلدي يوكل طبعا. البلدي دايما يكسب يا جماعه. يعني انا لو قدامي سجق مستورد او بمعنى اصح سجق مثلا اللي هو شركات مثلا درجه ثانيه لان طبعا في شركات ممتازه بمعنى الكلمه. شركات انا بحب اتعامل في
في المصنعات بتاعتها جدا. تمام. وممكن اكتبها لكم على صفحتي اسامي الشركات دي، حاجتها بجد ممتازه. تمام. لكن اللي بيفرق البلدي، السجق البلدي من عند الجزار ليه شمخه كده زي العسل. ايوه. مدام ناديه صباح الفل. فل يا قمر حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انت عامله ايه وايه العمل اللي انت فيها دي؟ انت خلاص لايك جامد يا دي حته. شفتي بقى الكبده امبارح على حبيبتنا الاموره اللي معايا عصفوره المطبخ. خليكي. ما شاء الله ما شاء الله. عامله ايه النهارده؟ ايه السجقات الجميله دي؟ شفتي بقى احنا بنقول عليه صدق، انت عارفه صح؟ الصدق. ايوه بالاسكندراني. أيوة. طبعا مش ده سجق اسكندراني بس لازم بصراحه يكون من مكان مضمون يا شيف. طبعا طبعا. مش اي حد كده تشتري منه. لا 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 تكون واثقه، لان البهارات بتاعته هي اللي بتفرق مش الحشو. بقول لك ايه يا مدام ناديه، ده احنا عملناه على ايدينا وجبنا القمع بتاعه وحشيناه. انا لسه خدت الكلام من على لساني. كنت عايزه اشوف انا كنت هقول. قولي يا مدام ناديه. انا كنت هقول اللي حضرتك عملتيه قبل كده. أيوة. انت ما سبتيش حاجه ما عملتهاش يا سيدي. الحمد لله. سواء مصنعات او اكل، وحاسه كده ان نفسك الجميل في الاكل. ربنا يخليكي. بسم الله ما شاء الله. من ذوقك. وانا مستنيه نايبي لو سمحتي. عايزه سندوتش سجق؟ طبعا انا بحبه جدا. وعندي ابني حازم انفي، انا بسميها حازم صدقايه. ربنا يخليه لك يا رب. تاكل ايه؟ اكل صدق. اكل ايه يعني؟ عندنا يعني في الاكلات بنعمله صينيه بالبطاطس. نعمله زي الفاهيتا. تمام. بنعمله يعني كذا حاجه. طيب. بصي مشهيه جدا ما شاء الله. طيب الحلقه دي النهارده هديه لابن حضرتك، ايه رايك؟ الله يخليكي. الحلقه دي هديه من اسره برنامج كل يوم. ده حضرتك اللي هديه لينا حبيبتي. حضرتك اللي هديه لينا والله. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. ربنا كل الكرم والله. والف مبروك. وربنا دايما في النجاح كده يا رب، وتكوني كده ماليه الدنيا وتروحي في كل الاماكن وانا وراكي. ايوه طبعا. هو انا هكون موجوده غير بيكم. الله يخليكي. ربنا يخليكي لينا جميعا يا رب. تعيشي يا حبيبتي. مع شكرا يا حبيبتي. شكرا. بصي بقى كده السجق ريحته طلعت. أيوة. ماشي. كل ده شوفي ما تبلناش ولا حطينا اي حاجه، احنا معتمدين على طعم وبهارات السجق نفسه الاصليه. خلاص تمام. يبقى هو كده خلاص استوى. بروح نازله عيني عيني بصوا الفلفل والطماطم. وانا بقى ايه بعد الطماطم دي؟ افضل اقلب اقلب اقلب. نكون طلعنا فاصل. ايوه. ورجعنا بالسلامه على ريحه خلطه السجق اللي هتعجبكم جدا ان شاء الله. وفاصل وسير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طلعناكم على ريحه السجق ومرجعينكم برضو معانا على ريحه السجق. وعندي عيني شهيره هنا بتتعذب بتنهار. بتنهار بتنهار. انا قاعده مستنيه الطبق والساندوتش بصراحه. يعني طبق الساندوتشات اللي هنعمله دلوقتي ده مخصص ليكي دلوقتي النهارده حبيبتي. الحلقه بتاعتنا حبيبتي. بصوا لون الخلطه عامل ازاي بعد ما بنزل الطماطم والفلفل في الاخر خالص يا شهيره، وياخدوا غلوه كده. احس بس ان الفلفل ايه ابتدى يهدى شويه، يدبل شويه. والطماطم كذلك صح؟ بصي بقى والطماطم كذلك. اروح عامله حفره كده ومنزله معلقه صلصه. بصي بالشكل ده. حلو كده. واروح مدوباها في شويه الميه اللي نازلين، السوائل اللي نزلت من الخضار، واقلب كله في بعضه كده اهو. وانا محتاجه السوائل اللي نزلت دي. طب لو شاطره بقى يا شوشو. ايوه. تقولي ليه بقى انا محتاجاها ليه؟ علشان تعمل الصلصه وتكونها كلها كده وتبقى فيه صوص حلو، ولا عشان؟ لا ما احنا هنعمل سندوتشات. طالما هتعملي سندوتشات انت مش محتاجه صوص خالص. عشان ما يبلش العيش ويبوظه. طيب امال ايه بقى؟ عشان انا هنزل بطاطس محمره محتاجه سوائل تكمل سواها فيها وتشرب الخلطه دي. ايوه. شفتي ازاي؟ شفتي ازاي؟ طبخ ده فن. مش انا بتعلم. انا بقول لك انا بتعلم والله. دلوقتي بقى يا استاذ طلعت بعد ما حطينا الصلصه نبتدي بقى نتبل. أيوة. تعالي مع بعضينا واحده واحده. ملح. ملح كده. بصي ماشي. فلفل اسود. تمام. الملح والفلفل الاسود زي الفل يعني، مش اساسي دول اساسي كل اكل. انت عارفه انا بسميهم التوأم الملتصق في المطبخ. ملح وفلفل، ملح وفلفل. وبعد كده البهارات، وزي ما اتفقنا البهارات هنقللها. فبصي شويه كده بسن المعلقه. تمام. حلو كده. بهارات هاله اللي ريحتها واو. وبعدين أيوة. شويه سكر صغيرين. بص قد ايه يا استاذ طلعت. سكر اهو.
بس كده. ده عشان كدا. يدي مزازة في الطعم صح؟ لا هقول لك بقى ليه. ليه برافو عليكي، سؤال حلو جدا. ناس كتير بتقعد تسأل ليه السكر في الأكل. بيبرز الطعم التوابل والبهارات اللي موجودة في الطبخة. بمعنى ايه؟ عارفين يا جماعة فكرة الأبيض والأسود، امتى احس الابيض ده ناصع البياض؟ لو حطيت جنبه اللون الاسود. صح. لو حطيتهم جنب بعض، لو حطيت الاسود الاقي الابيض ظهر. ايوه نفس الفكره بقى يا شيخ، يعني بحط حاجتين مضادتين علشان اقدر ابرز الحاجه المقصوده في الاكل. مولع عليا. يا سلام يا سلام كده العلم نور برضو يا شيخ. ايوه امال ايه. لا والله ساعات ايه، تعرفي معلومه كده تحسي ان دماغك كده نورت. انا زي ما كنتش عارفاها قبل كده. طيب كدا. احنا معانا حسين يشوفها لك. يلا استاذ حسين اتفضل. استاذ حسين. ايوه السلام عليكم. والله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الريحه والاكل يجنن. تسلم ايدك. وصل لك يا استاذ حسين صح؟ ربنا يخليك. اتفضل معانا. لا ده احنا هنجي لك مخصوص والله. يا سلام والله، يتعمل لك طبق ويجي لك لغايه عندك من عينينا. الله يخليك تسلم ايدك. وانا الاستاذه شهيره كانت بتقول على حضرتك برنسيست المطبخ. احنا هنا في طوان بنقول على حضرتك سفيره القلوب الطيبه. يا رب حلو قوي حلو قوي. يعني سنه طيبه وتستاهلي كل خير. يا رب يكرمكم جميعا. اشكرك يا استاذ حسين والله الف شكر. اشكرك مع الف شكر. تسلم يا رب. بص يا شهيره، انا واحنا بنكلم استاذ حسين نزلت البطاطس الصوابع اللي متحمره، وديها بس على النار ايه سيكه كده اللي هي تشرب بس شويه من الخلطه. والله عايزه اقول لك البطاطس دي لو هتنقيها كده وتاكليها لوحدها هتبقى تحفه. ما انا متخيله الطعم الحقيقي. انا مستنياه. مستنياه في انتظار السندوتش. انا مستنياه. عيني عيني يا حبيبه قلبي والله. لا تسلم ايدك يا شفاله. اولا طبق اصلا شكله بصوا. يعني شكله تحفه. ولا كلمه. لا مفيش ولا كلمه مفيش. ايه رايك استاذ طلعت؟ مفيش كلام خالص. مفيش كلام اهو. ربنا يكرمك يا بيت. الكلام ده بقى وبعدين يعني مش عارفه اقول لك ايه والله، مش عارفه اقول لكم كلكم ايه بجد يعني. ربنا يخليكم ليا والله بجد. طبق بقى واروح حاطه فيه شويه جرجير كده في الركن البعيد الهادي ده. مهم قوي بقى الخضره مع الحاجات دي يا شفاء صح؟ زي ما انت شايفه كده كبده والسجق والحاجات دي بيبقى طبعًا. مهم قوي الجرجير البقدونس الحاجات دي بتبقى مهمه جدا معايا. بصي بقى يا ستي، هنطفي البوتاجاز. بذمتك خدت وقت؟ لا خالص. بشوفي احنا بادين امتى يا جماعه بقى؟ خدت ايه 10 دقايق؟ مفيش. بس ولا يعني اي ام يعني اصلا محتاره تعمل ايه ومستعجله، مثلا راجعه من شغل وجايبه الولاد من المدرسه بتاع وخلاص احتارت، مفيش 10 دقايق على ما يغيروا هدومهم هيتكون الاكل خلصان. طيب ناخد عمر. استاذ عمر اهلا وسهلا. شيف هاله ازي حضرتك؟ الحمد لله. بص يا استاذ عمر، بص المنظر شايف والله العظيم. طب شامل. الله يكرمك يا رب. تسلم ايدك والف مبروك على البرنامج وباذن الله من نجاح لنجاح. الله يكرمك ودايما معانا كده ومنورنا على طول يا رب. اشكرك. اشكرك حضرتك الشيف هاله. مع الف سلامه في رعايه الله. بصي عايز رغيف عيش بيغمز لك بعينه يا شهير. الحق ده كله. الحق الطبق بيغمز. يا سلام سلم الطبق بيتكلم. والناس كلها هنا. بصي بص على الطبق يعني الف هنا ماليش فيه ده بتاعي. يلا يا جميل. بصي عشان انت بس كمان عشان انا بعز طبعا الحاجات اللي بتعرف. فشيف هاله بتتوصى بيا بكل انواع الفلفل الاخضر والاحمر يعني تمام. حظك ماشي معايا. قلب هنا وشيفه يا رب. يلا بينا نقدم اول طبق عملناه على الهوا من الالف للياء وما خدش اي وقت صراحه. تعالي بقى نعمل سندوتشين حلوين. السندوتشين دول يا جماعه لشهيره مخصوص. يا حبيبتي يا حبيبتي. واحسن حاجه ان احنا ضامنينه، احنا عاملينه في البيت طبعا، ضامنين غسل الخضار والمغسول كل حاجه على ايدينا. فطبعا انا ضامنه حتى اولادي هياكلوا حاجه انا متاكده منها، وانا نفسي شخصيا يعني بيتي كله هياكل حاجه سليمه يعني في الوقت اللي احنا فيه ده. يا شهيره ربنا يسترها ويعافينا يا رب. ديكي وتقدميها لاولادك زي ما انت بتقولي كده. برافو عليكي. نصيحه يعني احنا بقى لنا سنه متربيين يا شيف. ما فيش اكل معلش. من بره. بصي كله خير يا رب. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير يا رب. طبعا. يعني احنا اتعلمنا في الفتره دي ان زي ما شهيره قالت كده نعمل كل حاجه على ايدينا في البيت. اتعلمنا لا نألف النعمه. ده حقيقي. الكلمه دي احنا دلوقتي بنألف كل حاجه وخلاص ما بنحسش بالنعمه صح، غير لما بناخد قرصه كده وتروح من ايدينا. دي بقت الحاجات العاديه يا شيف هاله. الحاجات العاديه في يومنا يا جماعه بقت نعمه. يعني احنا بقينا نحس انها ده دلوقتي صحيح. نعمه علينا. ده حقيقي بجد. يلا يا استاذ طلعت بصالحك اهو.
ماشي. بصلحك على الهوا اهو. صلح ده ولا مش صلح؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا فينا من كده؟ ده بتاعه خلاص. احنا بنحجز على الهوا ولا احنا بنلحق؟ بس كده خلاص. يبقى اول واحد ده بتاع استاذ طلعت اهو. عايزين بس نظبطه كده. ممكن نحط ايه؟ نحط قرن فلفل بس يعليه كده شويه. عشان بس استاذ طلعت ما يقولش حاجه. اهو برضه بصالحك تاني اهو. بص علف لك السندوتش اهو. اي خدمه استاذ طلعت. اظن ما فيش اكتر من كده في الدنيا يعني. سندوتش كمان عشان شوشو يا حبيبتي. وهحط لك ايه؟ شويه سجق وبطاطس كده زياده. أيوة. ده بقى سبيشال اوردر. ايوه ايوه ده السندوتش السبيشال لما بنروح نطلبه. بصوا بقى اه ده اوردر خاص. ايوه لاجل عيون شهيره. معلش ما انت شكرا يا استاذ طلعت والله. طب الخناقه دي انا افضها ازاي دلوقتي بقى؟ هنتصرف احنا الاثنين هنتصرف. يلا ده كمان وخلاص. تعملي بقى كده يا شهيره وتقدميه سندوتشات لاولاد. ممكن تعملي جنبه شويه مكرونه. مكرونه رز ابيض حلو جدا. ورز إيه ابيض. انت عارفه ان انا مره عملت تورته رز بالسجق؟ تورته والله. لا شفاله وحياه ربنا. بتشوقيني شفاله. عملنا ايه بقى يا جماعه؟ بص يا ستي عملنا نفس الخلطه دي كده. بس كانت من غير بطاطس لان في رز. يعني في كده كده ماده نشويه. وعملنا رز ابيض. حلو الكلام. ركزوا معايا. جبت لك صينيه الكيك اللي بتتفتح. تمام خلاص. وخدنا طبقه من السجق بالخلطه حطيناها كلها من تحت بقى فيها لون الفلفل الاخضر وفيها الطماطم وفيها السجق. وبعدين طبقه رز ابيض وبعدين طبقه من خلطه السجق وبعدين طبقه رز ابيض تاني وكبسناها كويس قوي. وهوب اقلبوا في الطبق وافتحوا الصينيه تنزل لكم تورته سجق بالرز. الله الله. ايه ده بعد كل ده تقول لي عايزين نعملها؟ ده انا وصفتها. احنا لازم نشوفها بعينينا. عيني. لازم يا شيفال. وعايزاكي يا شيفال مره في حلقه بقى تظبطي لي بقى بهارات الشيف هالة. ايوه صح. التكات احنا بتاعت اتفقنا فعلا. الصلصات الحاجات بتاعت الشيف هالة. عيني. لازم نعملها في حلقه شهيره وجمهور تن يؤمره يا حبيبي. وانا عليا هنا التنفيذ يا حبيبي. السندوتش ده بقى يا جماعه شايفين جميل ازاي؟ قولوا ده لمين بقى؟ السندوتش المليان قوي زياده عن اللزوم ده. أيوة. ومتوصيه فيه بكل حاجه. قولوا لمين؟ لمين؟ ليا. ليا يا استاذ طلعت. انا ماليش نفس. مش كده يا استاذ طلعت، هي حقها برضو. انا عارفه معانا. بس استاذ طلعت لسه بيضحك لغايه دلوقتي. ايوه يا جماعه عمالين تقولوا انتوا نسيتوني، انا معاكم في البرنامج والله. يا عيني شفتي. ألف هنا وسهلا بيكم جميعا. حاضر من عليك يا حبيبتي. وصفة السجق سهلة وسريعة جدا يا شهيرة. جدا وشهية جدا هتعجبكم قوي. أكلنا عارفة اللي بنقوله بالبلدي كده الحرش اللي هو يفتح النفس. ده كله نفس. ده كله بالضبط. نفس اللي احنا أصلا متعودين عليه ومش عايزين الجيل الجديد ينساه. برضو نفكرهم بأكلنا الحلو. يبقى عندهم إيه؟ السريع وعندهم الأكل القديم ده مع ده. فالأكلة النهاردة كاملة متكاملة وشهية جدا. إن شاء الله هتعجبكم جدا بإذن الله. إيه رأيك نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. علشان بعد الوليمة الحلوة دي هنشوف بقى الوليمة بتاعت شركة فيتارم إيجيبت. أيوة. جايبين لنا إيه؟